في حلقة جديدة في اتش ريف جيمنج شانل. دلوقتي انا لعبت في مسج عامة. انا دلوقتي لعبت جراني، انا دلوقتي لعبت جراني على النورمال، و مش لازم اوريكو ايه اللي حصل عشان انا اتسرعت فزعة كبيرة اوي. بس انا ما بخافش من الالعاب اللي زي دي، طبعا مش جبان. بدأنا دلوقتي على الهارد اكستريم مود. انا كنت بحاول اكسب النورمال، ضيعت اقول لكم اللي حصل. ضيعت وانا ماسك الكروس بو، ضيعت الشوطة على جراني، رحت جايبها في الباب بدل ما تيجي عليها، راحت قتلاني وكنت جايب الويبن. دلوقتي انا بلعب عشان اوريكم جليتش على الهارد اكستريم مود. الفيديو مش هيبقى عالي، بس ايه رأيكم في المقدمة الجديدة دي؟ عاملها من الاب اسمه فيديو شو. يلا اجري بسرعة عشان جراني لسه ما عملش ريسباون. هو جاي، قصدي هي جاية، خلاص ولا لا؟ روحي بقى. يو غبية غبية قوي، وتجري على اللي هي عملته. غبية، انا بقى هفضل كده قاعد للصبح. هنعيد 5 4 3 2 1. يلا نعمل جليتش. كده كتير مش هعرف اعمل. هعمل ريستارت للعبة عشان انا فشلت فشل ذريع. هقص في الفيديو واروح. رجعت وشغلت اللعبة تاني داي وان على هاردر اكستريم مود. طيب يلا خلص بسرعة. جاني زمان عملت ريسباون وجات وهتفتح الباب بعد 5 دقايق، قصدي 5، مش لازم 5 حاجات. انا هنا رمي نفسي على طول. طب انا جاي ايه؟ صاروخ لك بصاروخ. عشرة تسعة تمانية سبعة ستة خمسة أربعة، عدة تنازلي 3 2. يلا نعمل جليتش. الله يخرب بيتك يا متغسلش سنانها. هروح بعد ما فشلت فشل ذريع مرتين. الفيديو اسمه فشل ذريع بلس جليتش. تالت محاولة واخر محاولة، يا اما هنهي الفيديو. بنحاول دلوقتي، انا بحاول ابدا اللعبه على خير وقبل ما جراني تيجي وتشوفني بفشل فشل ذريع كالعاده. انا مش عايزه افشل فشل ذريع. المشكله ان كل مش عارف ازاي بتعرف مكاني، مش عارف ازاي بتيجي،
اصلا بتيجي ازاي بسرعة عشان هي اصلا على الاكستريم مود، فهو ده السر. في ثانية انا عدت الترازول، انا هعده في سري. هحاول اشيل السماعات من التابلت عشان اعرف اعمل اوريهولكوا كويس. لا 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 غلط، الحمد لله. هعيد اللعبة رابع مرة واخر مرة بجد. The last time then I'm done بجد. اعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو، انزلوا دلوقتي واعملوا سبسكرايب للفيديو بعد 5 دقايق من لعبة جراني، المرعبة. نقول عليها مرعبة شوية بس عشان نرضي جراني. يلا 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 هوريكم الجليتش. واخيرا اخيرا اخيرا يلا. في الرايت كورنر بتاع التصوير بقالنا 6 دقايق. امشي بسرعة عن كده شوية زي ما جيتي. عارفة بس تيجي ازاي بسرعة. زمانها نزلت. كده كتير، انا كل شويه بقول اخر مره وفي الاخر ما بنسويش. دلوقتي فشل، انا هحاول اسكت واعمل الجليتش المره الجايه. هقص الفيديو، هقص الفيديو بعد كده اهو المره الحاسمه. ليه كده؟ راني الفيديو 9 دقايق، طول شوية. اروح انا اعمل كده.
فاشل. دي نصيحة تاني، نشوف اخرتها الفيديو هينجح ولا هيكون في جليتش، ولو ما نجحش الجليتش هقول ان عادي كل جليتش وليه نصيبه. طيب احنا وصلنا لنهاية الحلقة. طيب احنا دلوقتي وصلنا لنهاية الحلقة. الجليتش ده كان بيمبيح في فيرجن زمان، بقى في فيرجن عمل ابديت تاني وجراني عملت، او جراني بقت محترفة. هو ابديت جديد، هو ابديت جديد مسح في الجليتش اللي انا عايز اعمله. هو كان هيبقى انفيزبل الجليتش عادي، كان جراني مش هتقدر تشوفك، بس انت ما كنتش هتقدر تمسك حاجة زي كده، كانش هتظهر لك علامة اليد دي. عايز اقول بس خبر اللي هو هيقول لي الفيديو حلو، هلعب بس ماتش من كرتون نتورك، عشان كرتون نتورك اخيرا عملته على الموبايل، لعبة حلوة جدا الصراحة. انا هلعب ماتش علي صوت بقى دلوقتي، خير هقدر علي صوت، علي وعلي وعلي صوت. يلا هو اخر دقيقة. طب بن فين اخترناه؟ ايه اخترنا ده؟ XLB8. طيب نختار ستار فاير. يلا هو ماتش واحد بس، هو ريكس بالكسبي نص الفيديو جراني ونص الفيديو حاجات احسن من جراني. اخيرا شفت النور. هو لما بيشوفش حط الكاميرا هنا. هقص في الفيديو. غلبنا فرنسا 4-2، ده اول ماتش. انا هو بس هوريكم النتائج عشان الجيم بلاي هيبقى بطيء شوية، كل ماتش فيه دقيقة. يلا نبدأ. أو. لا 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 حتى ولو لا كسبنا. خلص الفيديو، خلصت الحلقة. في الحلقات الجديدة هنكمل لغاية هنلعب ماتشين، وفي الحلقة اللي بعدها هنلعب 3 ماتشات، وفي الحلقة اللي بعدها اللي بعد دي هنلعب ماتشين عشان هنلعب كابتون، وان شاء الله نكسب كأس العالم عشان كده عملتها 2014 و2018 وهكذا. انهاء.